جميل جدا أستاذ طلال نصار، كلام جميل حقيقة ويرفع المعنويات في هذا العيد. نحتاج دائما أن نستظل بظل الأمل، بظل الأقصى المبارك، أن نراه محررا أمامنا، أن نعتقد بهذا الأمر. اسمح لي نرحب بضيفنا الآن هيك شوي بأجواء العيد مع المنشد زكريا الحريري. كل عام وأنت بخير أخي زكريا، مرحبا بك في القناة التاسعة في أيام العيد المباركة. وأنتم بخير وصحة وسلام يا رب. بداية تحية لكم وللسادة المشاهدين، وأنا سعيد جدا بانضمامي معكم، وإن شاء الله يكون جلسة خفيفة إن شاء الله. حياك الله. لمن لم يتعرف على الأخ زكريا الحريري من قبل، ماذا تقول له؟ أنا زكريا حريري من سوريا، محافظة أدلب، 22 عمري 22 سنة، طالب في كلية تكنولوجيا بفرع هندسة الميكاترونكس في جامعة كربوك. جميل. شو محضر لنا أخي زكريا في ليلة العيد؟ تفضل. الله يبارك فيكم يا رب. لو بتحبوا نبلش بآيات قرآن وبعدين أناشيد، بتحبوا نبتدأ بالأناشيد فورا؟ ما في بأس كما تريد، في أجمل من آيات القرآن الكريم، أفضل ما تبدأ به. الله يبارك فيكم. طيب خلينا نبلش بآيات القرآن وبعدين نبلش شوي بالأناشيد بإذن الله. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. صدق الله. أحسنت أخي زكريا، طيب الله الأنفاس. بالقرآن نحيا حج طلال دائما. بقرآننا نفتح العالمين وقلعة أبطالنا المسلمين.